وندخلوا الى مرحله الشباب. هذه المرحله تاع الشباب هذه المرحله الله عز وجل قال ان خلق الانسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا. تسمى كاين المرحله تاع الشباب وشنو مرحله قوه مرحله القوه. اذن ايها الشاب اسمعونا ايها الشباب، انت الان في مرحله تاع القوه، مرحله تاع الشهوه، مرحله تاع تحقيق الاحلام، مرحله تاع نقدر ندير كلش، مرحله تاع نقدر نضرب، نقدر نكسر، نقدر ندير كل حاجه. هذه المرحله هذه اذا انت الان وانت راك طالع في المرحله هذه وصلت توسها في طاعه الله، وش راح يصير لك؟ ما هو الجزاء ديالك؟ سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب نشا في عباده الله. شاب نشا في عباده الله، المرحله تاع الشباب ديالك جوزها في عباده الله. كي يقولوا عباده الله والله ما تتصوروا، نعاودوا نحكوا الحكايه تاع الحفاف، ما تتصورش باللي ما تعيش. وهذا بالك راه يحكي منا واخي ما مش حابين العلم، والله والو والله سهله سهلة بزاف. نعطيكم مثال، السيارة الآن، السيارة وعلاش مخلوبة؟ باش نطحنوا بها. روح جاوب. روح تنقلنا هذيك حبة حلوة. ما شاء الله. الآن السيارة مخلوبة للتنقل. يا خلاص هذا جواب صحيح. ما من المشايخ تحبوا تشاركوا ولا؟ الان كاين واحد بالعقل اللي يقول لي عيط ما نعطيهوش، يا رفعوا يديكم. زهير اي واحد يعيط هبطوا يديه. الان السياره مخدومه للتنقل، كاين واحد الحاجه ان شاء الله تفهموني برك في طرح السؤال، كاين واحد الحاجه داخل السياره يعني تناقض وتنافي وتناقض الحكمة التي من أجلها صنعت السيارة وهي التنقل. شكون خير زهير؟ الموتور تاعها. الموتور تاعها خطأ. الروضة. العبد اللي فيها. زين. كيدور. شوف السيارة مخدومة باش تمشي. كاين واحد الحاجة لو كان ما تكونش في السيارة يصرا حاجة. يا وجابها معك الفران صح الله. الان الفرانات، الان السياره مخدومه باش تمشي. كاين حاجه لو كان ما تكونش في السياره يصرى الحادث، وشنو هي الفران؟ لازم تفريني. خلاص رانا متفقين بلي لازم الفريني، لازم تفريني. كاين حوايج لازم تحبس فيهم. هذا هو الانسان. باش تفهموا تبعوا مليح معايا باش تفهموا معنى العباده. الله عز وجل خلقنا وقال انها تستمتعوا بهذه الحياه. كاين واحد الحوايج لازم تفريني فيهم. خلاص جيت انايا راني نشوف، قالنا ربي شوفوا واش حبيتوا، شوف كاع الالوان، شوف ها شوف السماء، شوف الاخضر، شوف الاصفر، شوف الازرق، شوف منا، شوف واش حبيت. كاين واحد الحوايج ما تشوفوهمش، حوايج ما عليش ما ندخلوش في الحوايج اللي ما تشوفوهمش. نديرو مازال ما سالتش حتى سؤال، عبد الله نطلق والو خلاص. الان سهله، جيت انا الان حوايج، انا اسمع كلش، اسمع كاع الاصوات، اسمع اصوات الحيوانات، اصوات الريح، صوت اي حاجه، الا انه كاين اصوات كاين طرق ما تسمعهمش. خلاص الواحد او يهضر على واحد واش ندير؟ لازم نفريني. انا نسمع وبعد فرينيت، انا راني نشوف حاجه حرام نفريني. خلاص انا قلنا ربي نمشيو وين حبيتو. كاين مناطق ما نروح لهمش، كاين جماعه راهم يتلاولوا مخدرات انا ما نروحش عندهم، نفريني. اروح تريح معنا ما نريحش معاكم. علاش؟ لانه انتو كديروا حاجه ماشي مليحه. ما نفريني، لازم نفريني. جينا لواحد الحاجه ضروريه، كل واش حبيت، كل واش حبيت. جيت انا كليت ناكل، كاين واحد الحاجه لازم ما ناكلهاش وهي المخدرات. جيت انا الحاجه ما نشربهاش وهي الدخان. جيت واحد الحاجه ما نديرهاش وهي الشربه.
حراسه شنو معليش هذه حاجه انا ما نديرهاش لانه علاش تضرني ولانه حرام ولانه الله عز وجل يحبنا نكونوا صحاح ويحبنا نكونوا ملاح علاش راك تضر في روحك فهذه هي النقطه جيت انا قلنا ربي شنو واش حبيتو ام جاوا كاع دراري شنو كاع واش حبيتو لكن كاين واحد الحوايج ما تشبهوش لانه يضروك ولذلك الان جينا الى مرحله الشباب لقيناها مرحله تاع القوه وانا احيي الشباب اللي راهم واقفين معانا ولا قاعدين معانا نقول لك والله والله ربي يطول في عمركم والله يا ربي يطول في عمركم ويبارك في اعماركم وان يهدينا وان يتوب علينا والله والله ما راح تكبر نعطي واحد السؤال ماشي سؤال ليكم هيا اقعدوا اقعدوا اجلسوا مليح ارفعوا يديكم ما شاء الله الله يبارك يا جيت انا الان حبيت نقول سؤال نقول كاش واحد فيكم الان من الشباب نقول له اعطيني العمر ديالك العمر ديالك اعطيني العمر ديالك بالسنوات والاشهر والاسابيع والايام والساعات والدقائق والثواني قال لي ماشي مشكل شيخ دوك انا نجاوب خلاص شحال في عمري في عمري 25 سنه وثلاث شهور و 6 ايام و 22 ساعه و 24 دقيقه و 15 ثانيه صحيح ولا لا ماشي صحيح علاش ماشي صحيح لانه غير قال 15 ثانيه ولا 16 ثانيه ومن بعد قال لي 16 ثانيه ولا 17 ثانيه ويكبر لذلك على قداش بدينا على قداش بدينا اسحاق بدينا على 5 راكم كبرتوا واحد نص ساعه على بالك ما كبرتوا الانسان يكبر راح تكبر دوك ساعه زيد تكبر زيد سوايع زيد تكبر ربع سوايع زيد تكبر بنهار الوقت راهو يمشي والله راح تكبر تكبر وراح تجوز هذه المرحله وراح تلحق اذا اعطانا الله في اعمارك راح تلحق الى مرحله الشيخوخه مرحله الشيخوخه ربي يجعلها واحد الميزه انه الانسان ينقص ويعود هرمون النشاط يقول ينقص يقول يتقال الشهوه ديالو تضعف لان حتى يساعده الله تبارك وتعالى في ان يعبد الله عز وجل يقدر يصوم يقدر ينوض الفجر اربع سوايع تاع نعاس بكفيه علاش باش يتعاون باش يمشي علاش باش يخليه بعد يعني هذا الشيء هذا اللي يبان باش ينبهوا بلي افطر خلاص ما قعدش نور شي فطر ولذلك الان لما ان الرحيم يجب ان يستعد الانسان لاستقبال او لاقبال الى ربه فهذه المرحلة تاع الشيخ قال لما تفهم انت بلي والله غير راح تروح الان مرحلة الشباب بلي راح تجوز وبلي هذه فرصة في يدي هذه الفرصة هذه باش تقضيها في وجه وعلى طاعة الله تبارك وتعالى فالله عز وجل ما يضيع عليك الفطرة هذه الله عز وجل ما يضيع عليك الفطرة هذه إذا تقضيها في سبيل الله ولذلك الآن لما ندخل في المخدرات ونقول لك أعطيني أعطيني حاجة أعطيني فوائد المخدرات فائدة من فوائد المخدرات يا سيدي أنا يا أنا يا ربي اهديني يا ربي اغفرني أنا حبيت نتناول المخدرات حبيت نتناول المخدرات سمحوا لنا المشايخ أنا راني جيت وكي راني عرفت لي المخدرات هاي خلاص حبيت نتناول المخدرات وشنو قبل ما نتناول برك جيت عند المدمن تاع المخدرات قلت له خويا بارك الله فيك قنعني يعني الحاجة اللي تقول أعطيني الفائدة ديالها باش أنا ندير معاك كيما راك دير أعطيني الفائدة ديالها جيت انا الان الى بلي يقول لك اعطيني الفائده لما جيت انا الان يقول لك شوف كي تناول المخدرات تحس روحك سعيد سعيد ما شاء الله شحال تحس روحي سعيد شحال قول لي برك الوقت تحس روحي سعيد كاع يديك ولا شنو ما فهمتش انا لو كان نعرف زعما تناول المخدرات تحس روحك سعيد مده 30 سنه بالك بالك تولي فتنه كبيره اعطيني الوقت تاع السعاده ثلاث سوايع اربعه خمسه عشر شحال اعطيني برك السعاده هذه ولا حقيقية ولا لا لما جينا الآن هذه الفائدة زعما نقولوا هذه كاينة هذه الفائدة جينا من هنايا معليش هذه الحاجة اللي راح نديرها نعطيك أعطيني أنت حاجة واحدة أخرى ديالها وشنو هي ما هي أول حاجة جينا للضرر النفسي جيت أنا لكل حاجة لكن ضررها النفسي وشنو هي واش تقدر تدير لي المخدرات كي الإنسان يتناول اسمع ولادي اللي يتناول المخدرات ماشي صغار اول حاجه يولي مهبول يقدر يولي مهبول ثانيا يولي يشوف الهلاوس يولي يسمع الاصوات ثالثا يجي الاكتئاب
يجيه القلق، يولي عدواني، يولي عنده العزلة، وهذا الأمر هو اللي يخليه يقولك أنا مانيش مليح نعاود نزيد نتناول، أما مانيش مليح نعاود نزيد نتناول. جينا إلى الضرر الجسمي، جسميا مش يقدر يصرالو، يقدر يصرالو العامة. أنا نعرف ناس كانوا يتناولوا المخدرات المخدرات، والله غير نعرفهم الآن غير راهم عميين، عمياء ما يشوفش. علاش؟ لأنه تدخلوا العروق، الإحمرار تاع العين هذاك حتى ولا راح له العين ولا ما يقدرش يشوف. نعرف ناس ولاو مجنونين، نعرف ناس ولاو مشلولين، نعرف ناس الآن ما عندهمش دراري، ما قدروش يجيبوا دراري، لأنه علاش؟ دخلوا في هذا الأمر حتى أثر عليهم في الوظائف التناسلية تاعهم. وغير ذلك بلا ما نحكيو على ناس حبس قلبهم، بلا ما نحكيو على ناس باراليزا ونص صراهم شال النصف فيه، لأنه الدورة الدموية جات طلعت له لاطونسيون ضغط الدم يحبس القلب ديالو، مش من الفائدة. جينا إلى الضرر أيضا الاجتماعي. اجتماعيا الإنسان يكون مدمن تاع مخدرات، واش يصير له مسكين؟ اجتماعيا يفشل اجتماعيا. كيفاش يفشل اجتماعيا؟ معناتها إذا جا يخطب، إذا جاي يخطب طب 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 فتح الباب، طفلة يحبها وما شاء الله وعاقلة ومربية وكلش، يطبطب يفتح الباب، السلام عليكم جيت متزوج، جاب يماه وجاب باباه وجاب البطاحي وجاب الورد، ماشي مشكل، السلام عليكم تفضل قعد، قعدنا بدينا نحكيو، راح الولد. جيت أنا نسقسي عليه، هذا السيد احنا نبنو بنتي، وبنتي هذه نربيتها عندي 20 سنة ولا 25 سنة وأنا نربيه في الطفلة، جيت أنايا باش نبنو الطفلة. جيت للحي، السلام عليكم، اسمع نسقسيكم فلان او جاي يخطب، محبول نتايا هذيك السيد ما يصحاش، او السيد حياته كاع تاع مخدرات، هو يقدر يضل يتقلق يخلطها في الحومه، يقدر يديوها للحبس، يقدر يقتل لك بنتك، يقدر ولادو. جا عاود ولا قال لي الحاج طفله تمدها لي، ما نمدها لكش، انا راني حاب نمدها لك، بصح لما سقسيت عليك ما نمدها لكش. فاجتماعيا نمد. ثانيا اجتماعيا الجيران تاعو يخافوه، الجيران ديالو يجي يقول لك اسمع وليدي اروح، بالك نلقاك مع فلان، نلقاك مع فلان نكسرك، بالك نلقاك معاه، السلام ما تقولهاش، تولي هذاك الولد هذاك الشاب اللي كنت انت بكري الناس قاعد تحب تدور به والناس حاب قاعد يحبوك، واش يولي؟ يولوا الناس قاعد يخافوك اجتماعيا. ثالثا جينا حبينا الان فرضا زعما انايا لاباس بيا غالي وحبيت اهل الحي تاعي ندير لهم نعاونهم، جيت انا عند هذا الليل كنت نخرج ومن بعد عندي حانوت باش نخلي في لاكاس، قال فلان خلي في لاكاس، قال لا 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 هذا تاع مخدرات راه يسرقك ما تقدرش تخلي في لاكاس. صافي وش صرا مسكين؟ يبدا يتكسر يبدا يتكسر يبدا يتكسر، واش يدير هذا الامر؟ واش يدفعوا؟ يدفعوا يقول لك اه ما تحبوش واحد عاقل يزيد يعاود يدير مخدرات. لذلك الان نزيدوا ضررها مشروع، الضرر الاقتصادي، اقتصاديا من القول لي والله ما راح ترفض راسك. علاش؟ لانه اي مدمن للمخدرات مسكين مش يصرالي، هو وكانه خدم سجن ودخل فيه وراه مسجون الداخل. علاش؟ لانه يولي ما عندوش طموح، ما عندوش ينوض الصباح الفكره تاعو كيفاش يجيب هذه الجرعه. على بالكم الجرعة الآن أنا تلاقيت بالناس، كاين الجرعة ديالو 200,000، كاين واحد الجرعة ديالو مليون، مليون، تصور بلي والله كنت نعرف إنسان كل يوم لازم يتحصل على مليون، مليون يعني أخو تسمعوا، عباك شيخ كبير مسكين يخلص لو فاندو يحنا 23، ياك لو فاندو يستنى فيها شحال ويستنى فيها باش تجي 3 ملايين، باش تجي 2 ملايين و 800، باش تجي 4 ملايين، وبعد يجي وليدي هنايا يقالوا في اليوم لازم يدخل مليون، مش حيدير هذا، هذا يقتل، هذا يبيع كلش، تلقاه يبيع يسرق، يسرق الماء، يسرق لهم الذهب، ما يخبوش دراهم، نعرف ناس أغنياء دراهمهم كاع ما يخبيوهمش، يخبيو دراهم الفضة، خلاص مسح لهم كلش، حاجة ما عندهم في الدار، صباط يسرقوا تاع خوه. فلما جينا اقتصاديا، اقتصاديا يعني تصورها بالإنسان يولي نوض، كنت نعرف إنسان في الليلة، قال لي في الليلة هذا النهار كي جا عندي قال لي البارح انا واحد شرينا 10 ملايين كملناهم كاعيتك، لانه كان يدير الكوكايين كما نقولوا حنا غاليه، فقال لي 10 ملايين 2 ملايين ونص للخيط كما نقولوا حنا. فالشاهد تصور شوف هذا الاختصاص شحال يدير،
تحبس حياته، ما يقدر يدير تجاره، ما يقدر يربح، ما يربح دراهم يعاود يخسرهم، ما يطلعوا له دراهم يعاود يصرفهم، وبعد يبدا يبيع الاملاك ديالو، يبدا يبيع اي امر، يبدا كيما نقول حنا يمص 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 صفره حتى يموت، حتى يقعد ما يمشيش في حياته اقتصاديا ويقعد يصرف. اذا كي تجي انا نشوف كاع الاضرار هانية، وبعد يجي واحد يقول لي ابلع هكذا باش اربع سوايع تعيش وهم، نعيش سعاده كاذبه، نعيش نشوه الناس انا فرحان، ما عيش نسقسي سؤال. هذه النشوه هانية، الناس اللي مشيت لهم المخدرات كاع ما عايشين بالاكتئاب، ام عايشين بالقنطه، ام عايشين سعاده، ام عايشين مليح، او عايشين يواجه مشاكل، كاع عندنا مشاكل، كاع عندنا امور ضغوط، كاع عندنا امور انا حابين نديرهم. زيد الامر الثاني، نجينا الان لقينا بلي الناس اللي راهي كيما قلت حنا ما تتناولش المخدرات، يعني الان لما انت تتناول المخدرات فريت مشاكلك. كي درت انت هذه الحظه وزعما عندك مشكله، قال انا مانيش خدام والبلاد شوف كيفاش راهي، انا ما تقولوليش لازم ندير هذه، خلاص ماشي مشكله، انت تناولت ست سوايع ولا خمس سوايع وانت سعيد وانت فرحان وانت تضحك، خلاص المفعول. وبعد عاود دخل الاكتئاب والقلق، كي عاودت انت فطنت لقيت مشاكلك تحلو، والله غير تلقى مشاكلك غير زادوا. علاش زادوا؟ لانه في المرحله هذه انت كنت فاقد الوعي، درت مشاكل. كنت نعرف واحد من اهل الحي تاعنا كان مع الصديق ديالو الانتل، يعني الصديق ديالو اللي مربي معاه، كانوا يتناولوا المخدرات، قام يهضر ويهضر وتقلق ضربوا قاسوا العقوبه ديالو. ومن بعد فطن، لما فطن في السجن قالوا له واش قالوا واش راني ندير هنا؟ قالوا له يوم ديالك قتلت، شكون قتلت؟ قال له قتلت فلان صاحبك، صديق الطفوله ديالك قتلته، ومنهم من قتل امه، كان عندنا جار ايضا قتل امه، يعني هو كان سبب في قتل امه، ضبحها هكاك طاحت من الدروج ومع الاخر مات، وبعد يدخل للسجن وبعد انت تخرج. انسان ذوك يقتل يماه، واحد يقتل صاحبه، واحد يقتل روحه، واحد يقطع روحه، واحد يدير هكذا من اي فاهمني فاهم واش حاب دير، لماذا وعلاش دير هكذا في روحك؟ ولذلك انا نقول لك شوف، نقول اي مدمن الان مخدرات، انت راك هنا مدمن للمخدرات، غير المكان ديالك وتولي ماشي مدمن للمخدرات ونديروا دوك التجربه. لما الان تفضل، لما انت الان الانسان راهو مدمن للمخدرات، جينا الان اول خطوه في علاقتك مع ربك، العلاقه مع ربي ديالك مقطعه، مقطعه علاقتك مع الله عز وجل. انت ربما تلقاه ما يصليش، لا يصلي، تراه دائما يعيش في السكر، تراه دائما الله عز وجل يغضب عليه، ينوض الصباح وربما من يعني هذا من مستلزمات المخدرات سب الله، تلقاه يسب في ربي ويقول الكلام ماشي مليح ويدير كلام وكلام. جينا الان هذا المدمن لقيناه باللي غير، قال لك لا لا خلاص نفتح صفحه جديده كما قال الشيخ مقبيل، فتحنا كاع ابواب التوبه معناتها خلاص، شوف الناس مش دارت وربي يفتح لهم ابواب التوبه، ابواب التوبه مفتوحه، تحب تولي والله غير مرحبا بك، واحد ما يشدك دوك اللحظه ديالك توب الله عز وجل، ستكون الله عز وجل سيفرح بك اشد فرحا من فرح ذلك الرجل بناقته، راح يفرح فيك ربي. دير الخطوه الاولى فقط، دير الخطوه، افتح صفحه جديده مع الله تبارك وتعالى وتشوف حياتك كيفاش راح تتبدل، حياتك كيفاش راح تتغير في علاقتك مع ربي. انت تنوض صباح ربي اول شيء تفتح لما تولي الروح ديالك الى جسمك، اول شيء تبداه وشنو؟ الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور، فرحه كبيره. اول شيء ان تشكر الله عز وجل انه ربي عاود اعطاك فرصه في هذه الحياه باش تعاود تفتح صفحه جديده، باش تزيد في العمل ديالك وتتوب الله عز وجل ان كنت مقصرا، تروح تصلي الصلاه ديالك يولي عندك واحد القوه، قوه كبيره، لان الذي بيده ملكوت السماوات والارض، اللي راهو مالك الارض ماشي الرئيس تاع المنطقه او المدير تاع المنطقه ولا فلان ولا فلتان ولا هذاك الغني، لا لا، مالك الملك، مالك الملك، عندك اتصال مباشر معاه، يا ربي اعطيني هذه الحاجه، يا ربي زوجني، يا ربي اعطيني طوموبيل ايبيزا، يا ربي اعطيني كذا، يا خلاص تولي عندي قوه، عندي بطاقه انايا، هذه البطاقه انا ربي عندي علاقه معاه مباشره، هذه العلاقه المباشره تخليك تدعي الله عز وجل وتحس بلي مشاكلك يمنوا والو والو والو، هذو ماشي مشاكل، لان ربي على كل شيء قدير، امره كن فيكون.
جينا للمنطقة التالية، وشنو؟ علاقتك مع من؟ مع والديك، والديك، باباك ويماك. يا الحقار، نقول لك أنت حقار، علاش؟ لأنه باباك ويماك كي كبرت وهما كبروا، لما جاوا يعتمدوا عليك لقاوك بدي مازالك ولد صغير، مازالك تمص فيهم، مازالك تضر فيهم، مازالك تبكيهم، مازالك الآن الأم هذه اللي كانت تتمنى باش ترفد ولادك لقات روحها ترفد القفة. هذاك الأب اللي كان يقول خلاص أنا رديت التقاعد وماذا بيا لوليدي يهديني يخدم ويخدم عليا، مازال يخدم عليه، ومازالك حتى تسرقوا، ومازالك يخافوا وتضربوا ربما من ضرب والديه. أنت عق والديه، هاد الوالدين اللي ربما راح يموتوا وفي قلبهم حرقة أنه وليدهم الآن ماهوش في طريق مليحة. هاد الوالدين اللي راح يروحوا وفي عينهم هذاك الجار اللي دا والديه البابا ويماه العمره والحج، اللي شرى لباباه سياره، اللي يماه شرى لها الذهب، شرى لها حوايج، وتقول لك علاش انا نقول هذاك يشري لها الحوايج ويشري لها الذهب، وانا يا ويسرق لي الحوايج وراه ويسرق لي الذهب، علاش؟ وعلاش انت الان ما عندكش الرجوله اللي تخليك تاخذ القرار ديالك وتقول صح؟ علاش راني بكي فيه؟ وعلاش نخليها تبكي؟ لذلك لازم ان تاخذ القرار، خديت القرار ديالك وقلت باذن الله كنت نسقم روحي، واذ بالعلاقه ديالي تتغير، تلقى باباك وامك والله غير وجههم يتنور، غير تلقى وجههم يتبدل، شحال من شيخ، شحال من انسان كبير يجيني والله يبكي، والله كثير من الاباء، وانا اقولها لكم والله العظيم، الكثير من الاباء يدعيوا على اولادهم، اذا كان مدمن والله غادي يدعي عليه بالموت، الصباح اتصلت بيا وحده. اتصلت بيا قالت لي وليت معيط، خرجت للزنقه وبديت معيط، معنا ماليش واش كنت نقول. قال لي كنت نقول له روح ان شاء الله تموت، ان شاء الله تروح من حياتك، لا تخرج من حياتي. قالت لي فسد لي حياتي. دخلت الى واحد المصحه بريفي، احنا عندنا في الجزائر، هذا المصحه بريفي، قالت لي خلصت عليه 60 مليون، غير كيما. خلصت عليه 60 مليون، قالت لي والله غير بعت كاع واش عندي، باش خلص هذيك 60 مليون، كي خرج مازالوا في هذه الطريقه. اي رجل بعد يجي يقول لك ليزون، شكون ليزون هذوما؟ وراهم ليزون فهمونا، يعيطوا لهم ليزون، واش ليزون؟ هاي روح تشوف، وين راهي ليزون؟ يماك هاي توقف مع صحبك، عندك دبزه، عندك دبزه في البوني، عندك دبزه في بعد شويه كيما قلت لك لازم تروح انت وتوقف مع باباك، اوقف مع يماك، يماك راك تبكي فيها وتضحك في صحابك، يا ونور تفطن على روحك. فلما تاخذ القرار ديالك وتقول بلي نبدل واغير علاقتي وتلقى والديك يتنوروا، والديك يبداو يدعيو لك بالخير، البيبان وبعد تلقاهم يتفتحوا، وين تروح تطب تلقاها مفتوحه، علاش؟ كي جيت خارج جيت بس راسي باباك وبس راسي ما خذتها هي ما دعي لي تقول لك روح يا ربي ربي ان شاء الله، وين تلقاها؟ تلقاها مفتوحه وتلقى البيبان يتفتحوا، كي تروح تطبطب باش تتزوج يفتحوا يقول لك هذا بكري كان، لكن والله الحمد لله راهو ما شاء الله، والله ربي يزيد يسخر لك وتدي واش راك حاب وتصبح. ايضا ان تغير علاقتك مع من؟ مع ذاتك، مع روحك. علاش ما تحبش روحك؟ علاش تكره روحك؟ علاش الناس راهي تمشي في حياتها وانت انسانك عايش غير في الليل، عايش غير في الحفار، عايش غير في المشاكل، عايش غير في التقلاق، علاش تقطع في روحك؟ علاش راك تهلك في روحك؟ علاش انت تدير نعطولك حاجه نقول لك هونيك العصير هذا مليح، هونيك هذا مليحه شمها مليحه، هونيك هاد لا لا دير الحاجه اللي ماشي مليحه، ودير الحاجه اللي تقتلك، ومن بعد تدخل كوما، ومن بعد يدخل السبيطار يعاود يخرجوه، ومن بعد يخرج، ومن بعد يضارب، ومن بعد يضربوه بالموس، ومن بعد يخيطوه، ومن بعد يعاود يخرج ويعاود، وين راهي الحياه؟ اي حياه هذه؟ هذه ماشي حياه، عاود دفطن، حب روحك، علاش ما تحب تنجح؟ علاش ما تحبش الخير بروحك؟ لماذا الان يوم القيامه ستسال الجلود الجلد ديالك راح يهضر؟ يدك راح تحضر، هذا الجلد اللي قطعته يقول علاش قطعني؟ علاش قطعني علاش؟ واش درت لك؟ ولذلك الانسان يفتح. وايضا ان تغير علاقتك مع من؟ تتغير العلاقه ديالك مع الاخرين الناس. اذا كنت انت كبير في الدار، شوف خوتك الصغار كيفاش راك تفسد الطباع ديالهم. خوك السليوان وشوفك انت القدوه ديالو. يقول لك انا ما نقراش نخرج كيما خويا، انا ما ندير كيما خويا، علاش راك تكسر انت الان في خوتك اللي راهم صغار عليك؟ علاش راك تكسر في ولاد حومتك؟ ولادنا الصغار هذوما ماذا بينا نعيطوا عليهم، ماذا بينا نربوهم، ماذا بينا نسكموهم؟ لما انت تعوجهم تولي قدوه لهم. الناس الان يقولوا ماذا بيا الجار، الجار كان
يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيورثه الانسان كان يورث الجار هذا يعني قريب ورث يعني ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من شده قيمه الجار ولا الجار يخافك كي يجوا طالعين الناس قاعد تخافك فلما انت تسكب روحك وتغير علاقتك مع الله والله يحتقر الناس تبدلت معاك الناس تقول تسلم عليك الناس تقول تعطيك الامانه الناس يجيبوك يقول لك روح تخدم عندي الناس يجيك دراهم يقول لك هاك كش ما تحب تدير دير علاش لانك موضع ثقه ولذلك الان النصيحه الاخيره نقول لك المفتاح وين راهو راهو في جيبك والله غير المفتاح راهو في جيبك اجبد لك الجيب تحب تحب يسار راهي 6 ابريل اليوم راهي 6 ابريل خذ القرار ديالك حبيت تاخذ القرار راهي 6 ابريل والله غير القرار هذا راح يكون هو منعطف الحياه تاعك راح يبدل لك كاع المصافح حياتك وتنطلق في حياه جديده وتزيد ميلاد ديالك راح يكون ميلاد جديد تخرج من هذا النفق المظلم الى حياه واسعه حياه فاسعه حياه يحبك الله عز وجل ويحبك والديك ويحبك الناس الذين من حولك وتحب انت فيها نفسك فنسأل الله عز وجل ان يصلحنا وان يصلح شبابنا وان يهدينا وان يهدي شبابنا وان يثبتنا على الخير.